عبقرية المدارس الموسم ال 13 ومباراة مهمة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. استمع سيوط 95، جمال عبد الناصر العسكرية الفيوم 40. آخر فقرة والفرصة الأخيرة لمدرسة جمال عبد الناصر، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال شيماء غزال من مدرسة ستيم أسيوط. اتفضلي يا شيماء وحنشوف شيماء غزال. والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه؟ سويتش. في الحالة دي مدرسة جمال عبد الناصر هتختار موضوع السؤال. تحب تسأله في إيه؟ رياضة إن شاء الله. رياضة. سؤال في الرياضة. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة إن شاء الله. بعشرين نقطة. رياضة. والسؤال هو أندريس خيمينو هو من أكبر اللاعبين حصولاً على إحدى بطولات الجراند سلام عام 1972، فما هي؟ كان عنده 34 سنة. لا. لاعب إسباني. فضل أكبر لاعب لغاية ما نادال حطم الرقم في 2022 لما كسب البطولة دي وهو عنده 36 سنة. محمد علي، إجابتك. رولان جاروس. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، والمباراة اتحسمت. ألف مبروك لستيم أسيوط، صعودكم لدور الستاشر. مدرسة جمال عبد الناصر الفيوم هارد لك، ولكن الحقيقة النهاردة مش يومكم، مش ده الطبيعي. ربنا إن شاء الله، إن شاء الله في الموسم القادم بإذن الله. بإذن الله أحسن. سؤال الثاني يوسف القاضي، تفضل يا يوسف. سؤال الثاني وحنشوف موضوع السؤال ايه. الموضوع ابسط من كده يا يوسف، يعني معلومات عامة. سؤال في المعلومات العامة، في 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30. معلومات عامة. والسؤال هو ضرب زلزال كولتشستر إحدى الدول الأوروبية عام 1884، فما هي؟ في 23 إبريل استمر 20 ثانية بقوة 5.1 على مقياس ريختر. ثانية ودمر 1250 مبنى. انجلترا. اقوى زلزال في تاريخ انجلترا. اجابه صحيحه. 30 نقطه مهمين جدا لمدرسه جمال عبد الناصر. 70 جمال عبد الناصر، 115 ستيم. السؤال الثالث يوسف محمود، تفضل يا يوسف. يا ترى السؤال ب30 نقطة ولا ب20 نقطة؟ قدرات ذهنية. سؤال ب30 نقطة ولا ب20 نقطة؟ 20 طبعا. لو خدتوا ريسك ب30 نقطة وطاروا ب30 نقطة، مدرسة جمال عبد الناصر كان ممكن ترجع تاني في المباراة. ما اقدرش الومكم. قدرات ذهنية. والسؤال هو المسألة الآتية: 810 على 9 في 6 زائد 122 يساوي كام؟ 662. برافو عليك محمد علي، برافو عليك. إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمد، برافو عليك يا محمد، جاوبته في 5 ثواني
غيرت النتيجة 135 ستيم أسيوط 70 جمال عبد الناصر الفيوم. آخر سؤال زياد صالح، تفضل يا زياد. زياد صالح والسؤال الأخير. جوكر، قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية: 44 في 5 زائد 65 في 3 يساوي كام؟ 44 في 5 زائد 65 في 3. محمد جمال، 415. 415 طبعا إجابة صحيحة. 90 جمال عبد الناصر ستيم 135. النهاردة أفضل لاعب 2 محمد علي من ستيم أسيوط 50 نقطة، ومحمد جمال من جمال عبد الناصر 50 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 225 نقطة، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 450 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 3,100,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. هارد لك مدرسة جمال عبد الناصر، ألف مبروك لستيم أسيوط، صعودكوا لدور الستاشر. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.